وإلى أبرز ما تم تداوله وتناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الرواد والنشطاء، ونبدأ من قصة إنسانية لاقت تفاعلاً واهتماماً كبيرين. فخلال قداس سبت النور المقدس تواجد الآلاف من السائحين والحجاج في مدينة القدس لحضور هذا اليوم الهام دينياً للمسيحيين في كنيسة القيامة. وطبعاً في حينه منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية المواطنين والسياح من الدخول للكنيسة ومحيطها وفرضت التقييدات التعسفية. مقطع لرجل مسن جاء من مصر خصيصاً ضمن مجموعة مؤلفة مما يقارب 4500 قبطي للمشاركة في قداس سبت النور. وانتشر هذا المقطع الذي يظهر به الرجل المسن والذي قام بتصويره الصحفي المقدسي محمود عدامي. دعونا نذكركم بقصته وما الذي قاله. تعبان وزقونا 83 سنة وزقونا زق كده حاجة بزوق كده بتاع حرام كده طب بزوق يقعدونا لكن زق كده زي الباين محدش هيطلع. الناس هتقعد للساعة 5 2:05 احنا لازم نصلي. تعبان والله بيزقونا حرام كده، هذا ما قاله الرجل المسن عندما حرم من دخول كنيسة القيامة التي جاءها خصيصا من مصر. لماذا أذكركم بهذا الفيديو؟ إذن بعد أن انتشر بشكل كبير على الشبكة وصل إلى الفنان الفلسطيني أندراوس بسوس الذي نزل إلى أزقة البلدة القديمة في القدس ليبحث عن الرجل المسن وليسأل الحجاج الأقباط المصريين إن كانوا يعرفون مكانه. كيف بدي اعرف مين مسؤول عن الرحله؟ بجد ما نعرفوش احنا، ده مش تبع الجروب بتاعكم؟ ايوه امبارح خلينا نشوف مين مارش دي. اي جروب؟ مش معانا اي جروب؟ ومن هنا استمر أندراوس في جولته بإجراء اتصالاته دون توقف من أجل الوصول إلى المسن المصري وسط تأثر وتقدير كبيرين من الأقباط المصريين الذين التقوا به في القدس خلال رحلة بحثه. وبعد محاولات كثيرة دون نجاح توجه الفنان الفلسطيني إلى دير الأقباط في مدينة القدس لتكون إجابة الكاهن له كما سنسمع الآن. هو اسمع هو في حاجتين، هو ده شيء قدمتم فيه وقلتكم وانتم حتى لو ما قدمتوش خدتوا مركز وربنا كبر سنه ورب كده ربنا مش هيستنى هيديله بقى يديله عزيزان مش معرفش انا لكن هيديله التعزيه ممكن جدا ممكن. إذن بسبب وجود آلاف الأقباط المصريين في القدس ومع بدء عودة الحجاج إلى مصر كان من الصعب إيجاد الرجل المسن، ولكن مع ذلك شاء الله أن تتكلل مسيرة البحث عن المسن بالنجاح. فبعد كل هذه المساعي الحثيثة نجح أندراوس بسوس بإيجاده وتحقيق حلمه بالدخول إلى كنيسة القيامة، وعرفنا أيضا على اسم العم الذي صار جميع النشطاء يتداولونه، إنه العم حنا. دعونا نتابع زيارة العم حنا وتحقيق حلمه بدخول كنيسة القيامة وقبر السيد المسيح. أخيرا لقيتك يا حبيبي، أخيرا لقيتك. بحبك ودموعك جاية علينا، عاوز أخدك دلوقتي على قبر المسيح لحالك. ما يكونش حد لحالك معنا بالسيارة وأدخلك على الكنيسة وعلى القبر. تعال معنا. جيب شمعة، هشتري لك شمعة جديدة، تعال هشتري لك شمعة جديدة. عمو راح تروح كنيسة القيامة مبسوط؟ بس بنت تحط حسنا يحييك والله حبيبي. بس شفنا يا حرام هيك انك اتضايقت. انا اتضايقت بهدلني يا حبيبي، هجبوني بشرى غريب.
العم حنة ومن كنيسة القيامة إلى المسجد الأقصى المبارك وإحياء ليلة القدر. فكما متوقع اجتاحت الشبكة والمنصات الاجتماعية صور ومقاطع فيديو لربع مليون مصل أمضوا ليلة القدر تعبداً. لنتابع هذا الفيديو والمشهد المؤثر من باحات المسجد الأقصى الذي انتشر بكثرة عبر الشبكة. كما عقب الرواد هذه الصور والمقاطع تبين وبشكل واضح زيف رواية الاحتلال. مئات الألاف تواجدوا في المسجد وسط تنظيم متقن ومشاهد إيمانية، فوجود قوات الاحتلال هو وحده ما يثير التوتر والتوتر المفتعل. وبهذا نكون قد وصلنا لختام بانوراما لهذا اليوم، وهذه تحياتي لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.